بسم الله الرحمن الرحيم. بيان جمعية التعايش والسلام بإسبانيا. على إثر التصريحات التي أدلى بها الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والمتعلقة بعدد ووضعية المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا، حيث صرح السيد الوزير بتاريخ 1 غشت أن عدد المهاجرين المغاربة بإسبانيا هو 835,000 وأن 155,000 ممن يعانون البطالة، أي بنسبة 15%. وبالرجوع إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الشغل والضمان الاجتماعي الإسباني بتاريخ 22 غشت، فإن نسبة البطالة في صفوف المهاجرين المغاربة تفوق 75%، وأنه يوجد فقط 200,878 مهاجر مغربي مسجل في الضمان الاجتماعي، ويضم التسجيل في الضمان الاجتماعي كل الأشخاص العاملين وكذلك أولئك العاطلين عن العمل والذين يتقاضون تعويضات عن البطالة. وبالرغم من هذه التوضيحات الصادرة من الدولة الإسبانية التي لها كل المصلحة للرفع من نسبة المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي، فإن الوزير المغربي المكلف بالجالية المغربية استغل الاجتماع الهام والرفيع المستوى الذي جمع بين البرلمانيين المغاربة والإسبان ليؤكد للجميع بأن نسبة البطالة في صفوف المهاجرين المغاربة بإسبانيا هي 15% وليس 75% كما صرح بذلك الوزير الإسباني. أي أن السيد الوزير المغربي يتهم حوالي أزيد من 600,000 مهاجر مغربي بالشغل والعمل والاندماج داخل إسبانيا في الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء من البطالة والفقر والتشرد والتهميش ومن آثار ذلك على وضعيتهم الإدارية من طرد تعسفي وبيروقراطية إدارية والتماطل في تجديد الإقامة ومحاكمات مفبركة وإعداد ترسانة من القوانين الجديدة لفرض غرامات على المهاجرين المغاربة وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة ومحاصرتهم لمنعهم من الحصول على المواطنة الكاملة ضدا على القوانين والمعاهدات التي ينبني عليها الاتحاد الأوروبي. وأمام هذه التصريحات الخطيرة والغير المسؤولة والكاذبة والمضللة الصادرة من شخص يحمل صفة وزير في حكومة الربيع العربي، هذه الصفة تؤهله بسهولة الحصول على المعلومات سواء عبر الاتصال المباشر بالوزارة المعنية أو عبر الوسائل الإعلامية أو الإنترنت أو بالاتصال بالجمعيات والبعثات الدبلوماسية وغيرها من الوسائل. فإننا كمهاجرين مغاربة مقيمين بإسبانيا لا يسعنا إلا أن نعبر عن غضبنا وإدانتنا واستنكارنا الشديد لتلك التصريحات التي للأسف تنم عن ضعف وانعدام مسؤولية وبالجهل التام للواقع الذي توجد عليه الجالية المغربية بإسبانيا. الشيء الذي يبرر أسباب تعرض المغاربة للظلم والاضطهاد والمتابعات والإقصاء والاستهداف المتواصل من طرف الوسائل الإعلامية والسلطات الإسبانية، خاصة وأن تلك التصريحات تتزامن مع قرب انعقاد القمة المغربية الإسبانية المزمع عقدها أوائل شهر أكتوبر القادم. وعليه فإننا نطالب من السيد وزير العدل مصطفى رميد بأن يأمر وعلى وجه الاستعجال بفتح تحقيق في تصريحات الوزير المكلف بالجالية المغربية ومع كل الجهات التي أمدته بتلك المعلومات لمحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. كما نطالب وعلى وجه الاستعجال بحل مجلس الجالية المعين وتعويضه بمجلس منتخب بشكل ديمقراطي شفاف ونزيه. كما يجب على الحكومة المغربية
أن تعلم بأن ما أحاط بزيارة بن كيران لإسبانيا والمعلومات المدلى بها من طرف وزير الهجرة والمناقشات التي تمت خلال لقاء البرلمانيين الإسبان بالمسؤولين المغاربة جعلت المهاجرين المغاربة بإسبانيا يشعرون بالخطر والخوف والقلق على مصيرهم، على اعتبار أن ما تمت مناقشته على مستوى اللقاء كان متعارضا مع ما كان يمارس في أرض الواقع ومع ما يعيشه المئات الآلاف من المهاجرين المغاربة في إسبانيا. كما نستغل هذه المناسبة لنذكر الوسائل الإعلامية المغربية وكل الهيئات والإطارات وفعاليات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم للدفاع وحماية حقوق المهاجرين بإسبانيا. كما نناشد الوسائل الإعلامية المغربية باستغلال الوقت من أجل تنوير الرأي العام بدل الانسياق وراء مسرحيات وسيناريوهات مفبركة ومعدة سلفا بمساعدة العفاريت والأشباح والتماسيح التي تحدث عنها بن كيران والتي أوهمت وزير الخارجية المغربي بكونه قد حل مشكل الطلبة قصد التضليل والتشويش من أجل تحقيق أهداف منها تحويل الأنظار عن معاناة المئات الآلاف من المغاربة وتبرير كذلك تبرير اتفاقيات ومعاهدات غير مرغوب فيها والغير النافعة للشعب المغربي. وفي الأخير نحيي نضالات الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والاستقلال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.